بس قبل ما اقول لك الاكلات وقبل ما اقول لك حاجه، عايز اقول لك مقوله كده هي كانت سبب ان هي غيرت حياتي 180 درجه، ولو فهمتيها كويس قوي هتغير حياتك ايضا 180 درجه. ايه هي المقوله اللي انا ما سمعتها؟ في حاجات كتيره جدا تغيرت في حياتي. المقوله بتقول: اذا اردت تحقيق شيء لم تحققه من قبل اذا اردت تحقيق شيء لم تحققه من قبل فعليك بتكوين شخصية لم تكونها من قبل.